السن متقدمة، بل أكثر من ذلك كان في بعض الأحيان ممكن الإنسان كيصبح بالغ وكبير ورغم ذلك كيبقى يعاني من هذاك المشكل. علاش كيعاني منه؟ لأنه تيكون حساس، ما كي تيحش مثلا باش يناقشوا مع الطبيب ولا يناقشوا مع الناس اللي قراب ليه ولا. إذا هذا مشكل اللي خصنا نعالجه في المجتمع، وأي واحد كيعاني من هذا المشكل ما يتحرش، أن لكل داء دواء. إنسان إما يلتجأ للطبيب ولا يلتجأ مثلا المجموعة ديال العلاجات البيتية وعلاجات بالأعشاب، علاجات بالزيوت، كل هذه الأشياء يمكن تفيد هاد المسألة. اليوم أنا جبت لكم واحد المجموعة ديال المواد، وهاد المواد ممكن تعالج لنا هاد الظاهرة الحساسة. قبل ما نهضروا على هاد الخلطات المفيدة، راه عندي شحال من خلطة ماشي غير واحدة، وكلهم تبارك الله مفيدة وناجحة لهاد الظاهرة الحساسة ديال التبول لا إرادي. غادي نهضروا على الأسباب ديال هاد التبول لا إرادي. الأسباب كتكون إما نفسية أو عضوية. نفسية هي كتكون من المحيط ديال الطفل، وسط العائلة، في المدرسة، في الشارع مثلا الأطفال اللي كيلعب معهم. أو كتكون عضوية، كتكون مثلا عنده ميكروبات ولا سموم ولا اللي كتسبب ليه داك الحريق وما كيقدرش يشد داك البول، وإذن كيخرج على الإرادة ديالو ملي تعمر ليه ديك المتانة اللي كنسميوها احنا النبولة بالبول. إذن كيتبول بدون شعور. غير بالنسبة للمشكل الأول هو المشكل النفسي، كيكون مثلا بالنسبة للطفل كيخاف مثلا إما من العقاب، أو كيخاف مثلا من واحد كبير كيمارس عليه شي ضغط، أو أكثر من ذلك راه كيقدر الأطفال مساكن كيخافوا غير من الأصدقاء ديالهم. كاين مثلا بعد النهار مثلا شي مواقف كيضبط عليه بانه راه ما حفظش، والاستاذ خاصم عليه وقال انا غنعيط لماماك ولا لباباك وما عيطش عليهم، وتيمشي داك الطفل كيبقى يهدو وكيبقى يضغط عليه وكيبقى يقول لي جيب لي الكوتي، ولا غادي نمشي عند ماما كنقولها ليها، ولا غادي نمشي عند الاستاذ ونقول ليه راه ما قالهاش لماما ولا. اذا هادو كلها اشياء ممكن تساهم في هاد الظاهره الحساسة واللي كنسميوها التبول لا إرادي. ومن هنا من هذا المنبر كنطلب من الأمهات، حاولوا تقربوا من وليداتكم، لأن بعض الأحيان الطفل كيكون عنده واحد المشكل كيبقى كيعاني منه غير بوحده، ما تيبقى من يهضر معاه، ما نحاولوا نحيدوا داك الخوف وداك العقاب وداك الشيء، ونتقربوا من وليداتنا ونديرهم بحال الأصدقاء ديالنا. وخا صغار، وخا صغار عندهم المنطق ديالهم، وخصنا نتعاملوا معهم بالمنطق ديالهم باش نكونوهم ونخلقوا منهم نيت أطفال اللي يكونوا رجال الغد في المستوى. ولهذا باش نعرفوا، لان الطفل ملي تيخاف ما يقدرش يجي يقول لماما هاد الدري راه دار ليا، ولا هاد الانسان راه بغى يتعدى عليا، ولا هذا باش ما يطيحوش في المشاكل اللي كنشوفوها دابا ولات في المجتمع، مشاكل خطيره. اذا ولهذا كنطلب لا من الاباء ولا من الامهات، وليداتكم ديروهم صحابكم، واخا صغيرين ولكن صاحبك الصغير، وراه غادي كتكون ديك التواصل بينك وبين ولدك راه كيكون متعه صراحه، لاننا كنولدوا وليداتنا باش نتمتعوا بيهم وباش يتمتعوا بينا ويستفدوا منا. اذا نحاولوا نقربوا منهم ونتواصلوا معهم باش نحيدوا هذا المشكل النفسي مثلا اللي ممكن يتسبب ليه مثلا في هذا التبول لا ارادي. بالنسبه للمواد اللي عندي هنا واللي مجدتها في هذه الوصفات وغادي تكون صالحه وفعاله، عندنا البابونج، ها هو عندنا البابونج، هذا البابونج ديال العطار،
تجيبه من عند العطار. وعندي كذلك بابونج اخر كيكون جاهز، هو تيكون في هاد لي ساشي، في هاد الخنيشات كيكون جاهز، راه كيكون في واحد البكيات كبار كتكون 20 حبه. ممكن تجيبيها كذلك الا ما اذا لم يتاتى لك ولا ما قدرتيش تجيبي مثلا البابونج من عند العطار. عندنا كذلك الزبيب، الزبيب البني الاحمر، وعندنا كذلك العسل، العسل الحر، هو اللي غادي نبقاو نحليو به هاد الخلطات وهاد المغلى ديال هاد المواد. علاش؟ لان العسل عنده فوائد كثيره، فانه هو كيهدئ الاعصاب، اضافه الى ذلك فانه كيقضي وكيمتص السوائل اللي في الجسم، وممكن يكون حل بالنسبه لهاد الوليدات اللي كيعانيو من هاد الظاهره. ثم عندنا كذلك الخل البلدي، هو الخل البلدي ديال التفاح، هذا الخل ديال التفاح فهو كيتعتبر مضاد حيوي طبيعي، إضافة إلى ذلك كيقاوم السموم في الجسم، مثلا في حالة الإسهال، في بعض الأحيان في العسر ديال الهضم. غزال زوين، وغادي ندير واحد الفيديو باش نهضر لكم على الفوائد ديال الجمة والمخيرة. ثم عندنا كذلك عندنا سكينجبير، وسكينجبير كنعرفوا الدور الفعال ديالو في السخونة، فانه من المواد اللي كتحقق لنا الحرارة في الجسم. هادو كلهم مواد غادي نحتاجوها، إضافة إلى ذلك واحد الزيت غادي نحتاجوها، زيت فعالة، هي زيت الخزامة. هاد الزيت ديال الخزامة فإنها من الزيوت الواعرة، وهي زيت اللي كنقول أنا دائما، وتنقول حتى في الجروب اللي مشاركة فيه، تنقول لهم زيت الخزامة زيت. المدافي، وكناخذوا واحد المعلقه ديال العسل، معلقه صغيره تكون عامره، معلقه صغيره ديال العسل، وكذلك غادي ناخذوا معلقه اخرى صغيره من الخل البلدي، وكنخلطوهم في هاد السائل، وكنخلطوهم مزيان، ونعطيهم ليهم نعطيوه للوليد كيف ما كان، سواء كان السن ديالو صغير ولا كان شويه متقدم في السن، وحتى بالنسبه للناس الكبار اللي تيعانيو من هذه المساله يستعملوا هذه الخلطه ويشربوا قبل النعاس، يشربوا وينعس. ثم في نفس الوقت كناخذوا زيت الخزامه، هي هاد السويته الغزاله زيت الفلفل، صراحه والله العظيم انا ما كتخطانيش في داري، تقاد عليا، كنكومونديها من الشركه اللي تنجيبها، واحد الشركه ديال المواد الطبيعيه. وناخذ كذلك زيت الخزامه كنديروها في يدينا، نديروها في اللي كنكبوها في اليد ديالنا، ونسخنوا يدينا وندهنوا ليه ديك المكان ديال المتانه لتحت، فين كاينه النبوله ديال هذا
النبولة ديال البول اللي كنسميوه باللغة العربية المتانة، والدارجة كنقولوا لها النبولة، وندهنوا ليه نمصيو ليه مزيان داك التحت، بل اكثر من ذلك نمصيو ليه كاع ديك البطن السفلى الكريشة اللي التحت كلها نمصيوها ليه مزيان تنحسوا بالسخونية ونغطيه وينعس. وهاد الوصفة خصنا ناخدوها وخصنا نعطيوها لوليداتنا سواء كانوا صغار ولا كبار، نعطيوها لهم جوج الأسابيع حتى لثلاثة ديال الأسابيع، وإن شاء الله غادي تعطيكم واحد النتيجة فعالة، والوليدات يتهنوا من هاد المشكل الحساس اللي كيف ما قلت لكم راه ذكرت الاسباب ديالو. وحتى كذلك بعض الاحيان هو انه من ضمن الاسباب هو اننا ما كنعودوش ولادنا يمشيو للمرحاض وهما صغار، خصنا من الصغر نجلسوهم في المرحاض باش يمشيو ليه، باش ملي يبغي ينعس يمشي يتبول ويكون بخير. والحمد لله لكل داء دواء، هاد الوصفه راه زوينه وغزاله، وان شاء الله غادي ندير فيديو اخر باش نهضر لكم على الوصفات الاخرى اللي فيها البابونج وفيها الزبيب، حتى هما وصفات مخيره غير باش ما نطولش عليكم في الفيديو. والى فيديو اخر، الى عجبكم من الفيديو شجعوني اذا، وكنتمنى الشفاء لكل وليد كيعاني من هذه الظاهره الحساسه، والى فيديو اخر.